صباح السرور على احلى غزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. المهم اليوم نهار العمل. المهم انا يلا وصلت ولادي للمدرسه، وان شاء الله اليوم هو النهار ديال الرحيل. دايره مع الشركه مع 8 بيلا غادي يكونوا عندي، ودابا 58 دقيقه، يعني نقولوا من هنا 10 دقائق غادي يكونوا عندي في الدار. المهم غادي يجيو ان شاء الله يجمعوا لي الرحيل، ونشوفوا المسائل كيفاش غادي تدوز ان شاء الله. يعني متحمسه بزاف نشوف كيفاش ان شاء الله غادي يجمعوا الرحيل كله اليوم في النهار. المهم ما عرفتش شحال بالضبط غادي يشدوا مساعه، كيفاش شحال الجروب، شحال فيه من واحد. المهم بزاف يعني متحمسه نعرف شحال من حاجه، واكيد غادي نحاول نصور لكم مقتطفات من النهار كله، فخليكم معايا. المهم البنات انا دخلت دابا للدار، غادي ندوز نحيد جاكيتي صافي، ونتسناو ان شاء الله. هما يعني الا قالوا لك التوقيت مضبوط راه غادي يجيو ان شاء الله في التوقيت مضبوط. تقريبا انا كيما شفتوا اصلا انا ديجا كنت وجدت، يعني حاولت نقرب ليهم، حاولت نحيد داكشي اللي لاصق في الحيط. عرفتي جمعوا عليا العيا ديال بصح، لان هاد السيمانه هادي دازت عليا قاصحه. هادشي غير ماشي انا اللي غادي نجمع الرحيل، غير دوك التفاتف والربيج ونقيس وشحال من حاجه، داكشي بوحدو راه كيشد لي دوك كيبغي شويه الخاطر. المهم ان شاء الله وصلنا للمراحل الاخيره، ان شاء الله الله يكملهم بخير وعلى خير. هنا البنات المهم اول حاجه دابا راهم لداخل جالسين كيشارجيو في هذاك الشيء اللي الماتريال اللي غادي يحتاجو. المهم سكوش الكراتان، شوفوا شحال الكراتان، عرفتي راه لداخل الدار بلان بالكراتان والوراق داك الشيء طلومبالاج ديالهم. Just go ahead and just take pictures. Like how you pack stuff, like it's interesting. I like this. I like the way that you pack like one inside one. Like it's easy to make it easy. So this kind of paper, like I can get it from maybe Canadian Tire, Home Depot. I'm not sure. We buy it at a like a dealer or whatever. I'm not sure. But I'm sure you can already buy it at moving like a U-Haul. Mm-hmm. Yeah. Maybe U-Haul. Not expensive though. I know. Even the boxes. Yeah. Even the boxes are like expensive. Very expensive. $2, $5, like $6. المهم البنات كنحاول نصور لكم مقتطفات شويه شويه شويه، عرفتي تبارك الله ما شاء الله. انا كما قلت لكم كنت كنقول كيفاش غادي يجمعوا، ولكن خفاف خفاف، يعني واخا يعني ناس كبار 50 الفوق كاع الجروب اللي جا، يعني رجال اللي من 50 عام الفوق كبارين. قلت او هذوك شو كبارين، كيفاش غادي يهزوه الثقل وكيفاش غادي يجمعوه هذا وهذا.
ولكن المهم انا كاسا كاسا كندور عليهم بحال داك الانسبكتور غدا غدا وكندور في جنابهم كنشوف كيفاش كيجمعوا كيفاش عرفتي تبارك الله خفاف عن الخفه مميزاهم يعني كيبان لك طي كيجمع وتبارك الله الكوزينه راه ديجا كما شفتوا حاولت نصور لكم مقتطفات منها ديجا ضرب في ضرب واحد اللي مكلف بها ضرب فيها النص. هما كيفاش جاوا؟ اول حاجه غي جاوا دخلوا الكراتان ديالهم دخلوا عرفتي شحال السكوتش البابي باش كيجمعوا كراتان كاع الاحجام الكبير الصغير المتوسط وصافي وتقسموا واحد شد الكوزينه واحد شد البلاكارات واحد نزل لتحت المهم يعني كل واحد شنو شد. وفاش يلا دخلوا اول حاجه قالوا لي ضربي بينا دويره في الدار وقول لنا شنو باغي تهزي شنو هذا شنو هذا صافي داروا شافوا الكوزينه البلاكارات الحمامات الديكورات وداكشي صافي شرحت ليهم درنا واحد الدويره هكا خفيفه وصافي نيشان انطلقوا صافي ديجا بداو الخدمه. المهم انايا واحد راه هو اللي مكلف ليا دابا بالبيت النعاس مره ما كنضرب عليه طليله ما بغيتش نديرونجيه لانه هو مخشي في بلاكار والبلاكار سخون وهذا فخلي قلت صافي خليه حتى هكا يخرج يمشي يجيب شي حاجه مثلا لان كل شويه كيمشي يجيب الكراتن وندخل دغيا نشوف اشنو كي داير القضيه تما عنده. المهم انا جيت هنايا كنمشتو مخشيه في بيت ولادي لانه باقي ما وصلوش. متشوقه وعندي الفضول نعرف كيفاش غادي يجمعوا بقيت غير مقابلاهم من بلاصه لبلاصه غير كندور غير كندور كنعسس عليهم باش جيت فين يجيني الجوع باش نفطر. كما تعرفوا اختكم دائما اخر وحده كتفطر. دخلت للكوزينه لقيتها يدور الرحمه ما خلاو لي طباسل ما خلاو لي كيسان حتى سخنت الماء زعما كنت معوله نسخن هكا شي حاجه نشربها ما لقيت سخنت الماء ما لقيت هذاك الطوستر باش نسخن الخبز حلو لقيت حتى حاجه لقيت الدنيا تنشفات صافي قلت اش غادي ندير غادي نجي هنايا لواحد القهوه هنا عندنا معروفه سميتها تيم هورتنز ناخذ هكا شي حليب بالشوكولات مع خبيز بالفرماج نفطر به. وتا هما سولتهم قلت لهم زعما واش نجيب لكم شي حاجه تاكلوها ولا هذا وهذا قال لك القهوه قلت لهم لا زعما شي حاجه تاكل القهوه هنايا سبحان الله الشعب اللي في شمال امريكا يعني سواء امريكا او كندا مستهلك 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 القهوه بحال الشكل ما تصوروش يعني ماشي القهوه كما نعرفوا دي طاس القهوه لا هما داكشي كامل كيعترفوا به الحلال بت القهوه كل كاس يا كاس هما اصلا فاش جاو كلهم هازين كيسان القهوه وعاوتاني قال لك القهوه ضرب شويه عاوتاني هو اللي بغيت يتفرهم بقى يجيب لهم في القهوه صافي غادي ندوز ناخذ لهم قهواتهم حتى هما وغادي ديك الساعه رجع للدار عرفتي تبارك الله ما شاء الله خفاف خفاف في الخدمه يعني تبارك الله كما قلت لكم هما رجال كبار ولكن عرفتي كي مسربين دغيا كيونبالي وداك الشيء الكوزينه تخيلوا معايا ديجا البلاكارات الفوقانيين كلهم تخواو بقاو غير شي حاجه قليله لتحت الحمامات جوج حمامات كملوهم بيت النعاس ديالي بلاكاري تقريبا بقى فيه غير شي لمسات هكا خفاف البيسمنت او ريت شو سي صافي كملوه زعما غادي تبارك الله يعني منين قالوا لك نهار غادي نكملو الا ونهار غادي نكملو. المهم انا ما بغيت دغيا ندوز نفطر باش نرجع نكمل التبرقيق ديالي. هاي ذير كان اي هاف ا ميديوم كافي تو كريم زيرو شوجر and one medium coffee with two cream yeah two cream please yeah okay and I'm gonna get a medium hot chocolate okay and another coffee just black like no sugar no cream yeah what size a medium too okay. Thank you.
يخرجوا ياخذوا البوز ديالهم الاولى تقريبا دابا هذه ساعتين ونص بالضبط باش بداو. شوفوا تبارك الله الكوزينه شحال من كرتونه ديجا بدا في السابعه كرتونه السابعه وكراتون كبار وتبارك الله لومبالاج عندهم بروفيسيونيل يعني كما شفتوا كيفاش كيحط باصل والخفه الخفه الخفه. هنايا واحد هو اللي شاد هذه البلاصه هذه كما شفتوا هذه ديال الدخله اللي كنت دايره فيها الديكورا جامع لهم الطابلوات وداكشي. ها نتوما واحد هو اللي مكلف راه ديجا شحال من كرتونه هي تجمعات لتحت هو واحد هو اللي مكلف به. غادي نطلعكم دابا نوريكم انا راه براسي باقي ما شفتش الفوق لانه واحد الراجل كبير ما بغيش يبقى غدا يجي خيط عبيط عليه نديرونجي. المهم ها نتوما شوف الدار كلها كراتن عرفتي كيفاش قسموا داكشي فر 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 دغيا قسموا. ها نتوما شوفوا الحمام بعدا نكتشف الحمام تنضرب الدويره. فشوفوا لي البنات هذا الكراتن هادو شحال كبار هادو هما اللي مستعملين في هذا في الوركينغ كلوزيت غادي نشرح لكم اكثر. ها نتوما بعدا شوفوا تبارك الله ما شاء الله شحال من كرتونه هادو كنظن هادو داير فيهم غير السراوال لي سورفيت داكشي اللي كان مطوي صبابات السيكان وداكشي. عاد هادوك اللي وريتكم في الدخله كبارين هادو مكتوب فيهم كلوتس اون هانجرز يعني الحوايج اللي بالعلاقات. وهنايا كاينه واحد العلاقه بالميتال او الحديد اللي كتكون اتاشيه من هنا ومن الجهه الاخرى كيحيدوا داكشي اللي معلق نيشان كيعلقوه باش ملي كيوصلوه كيبقاو بعلاقاتهم غير كيوصلو كيعلقوهم لك. المهم هانتو شحال كرتونه هنا غادي نرجعوه. هنايا غادي الصبابات هذيك التلفازه اللي كانت عندي هي جمعوها هنا. المهم باقيين خدامين الحمام هانتوما شحال كرتونه داكشي الديكورات البلاكارات وداكشي راه ديما جا هانتوما جامعين وباش كيعجبوك الوراق عرفتي تبارك الله مجهزين مزيان كلشي 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 كيجيبوهم اونبالي. المهم بيتي تقريبا مبقاش فيه داكشي كتير. هنا دابا جيت نزل البيسمنت نبرقد نشوف فين وصلوا. هانتوما تبارك الله ما شاء الله شوفوا كيفاش جمعوا داكشي ديجا. هنايا كما تشوفوا هذوك الطاجيرات خواوهم بقاو غير هادو البلاستيك هادو جو كخوا على ما فهمت غادي يشدوهم غادي اونباليهم بحال شي سلوفان ولا شي حاجه وغادي يهزوهم يعني ماشي غادي يخويهم يهزوهم خاويين. هنايا هانتوما جل الكراتن داكشي هادو هاد المات هادو اللي عندي في الارض هاد الملونين هادو نورمالمون انا اش قلت لهم هزوا لي فيهم غير النص ما بغيتهمش كلهم عندي ما ندير بهم كلهم واخا يعني كنا شريناهم غاليين كنا يعني شريناهم على حد ما عندناش هنايا لتحت ما كانش عندنا مفيني ولكن ان شاء الله الدار جديده فيها العود فيها كلشي يعني الباركي ما غاديش نحتاجهم غادي ناخذ غير شي وحدين منهم لوليداتي هكا باش نصيب لهم مثلا بهم شي بلاصه هكا اللي بداو بغاو يلعبوا فيها وصافي. المهم هانتوما تبارك الله هادشي تا هو كملوه حتى نتعكل. المهم حنا المغربيات نموتو على التبركي 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 بس هلاو البوز ديالهم بغيت نبقى عاوتاني خيط ابيض عليهم قهرتهم كل مره كنمشي كنبغي نبركك نشوفهم كي كيجمعوا. دابا غادي جيت هنا تخشيت في بيت الدراري لانه جوك خو باقي ما غاديش يوصلوا ليه باقيين يعني باقي خاصهم يديروا الحمام الاخر وبيت الاخر اللي عندي. صافي جلست نجي هنايا شويه نجلس نتكونيكطا عاود نصبر واحد شويه عاود نمشي عندهم عاوتاني نبركك نشوف فين واصلين. ما شاء الله تقريبا دابا هذا الوقت تاع باش غادي نمشي نجيب الدراري مع ثلاثه وديجا هما بقى لهم غير الكراج الكراج ضربوا فيه الناس بقى فيهم ماشي بقى لهم ماشي حاجه قليله. المهم هذه الكميه ديالهم عرفتي انا صراحه تفاجات يعني قلت زعما كيفاش غادي يديروا. لا شوفوا ديجا جاوا مع الثمانيه دابا كما قلت لكم ثلاثه وديجا الدار كلها كملات من التحت من الكوزينه من البيوت من البلاكارات تبارك الله ما شاء الله. ولكن السر عرفتي راجلي عيط لي قال لي ما يمكنش ما تقوليش ليا دابا ثلاثه وديجا كملوا الدار. قلت له والله الا راه كملوا الدار بقى لهم غير شويه في الكراج وصافي. قال لي شنو قال لي حنا اش كنا كنرحلوا قال لي كنقصوا شهر وشهر ونصح لي غير كنجمعوا. قال لي شنو السر في نظرك؟ قلت لي السر هو الخفه والنظام
يعني منظمين مقادين شغلهم يعني هكا مفرقين بيناتهم الشغل يعني لي طاج، هذا مثلا كيتكلف بهذا هذه كيتكلف بهذا، والخفه تبارك الله يديهم خفاف يعني دغيا دغيا كي اونبالي وداك الشيء. ايوا قلت لهم الله يعطيكم الصحه منكم نستفيد. عرفتي الجو سبحان الله الحمد لله اليوم صافي غزال مشمش ودافي. عرفتي دابا غادي نجيب ولادي عارفهم غادي تجيهم واحد المفاجاه، ما قلتش لهم اليوم راه جايين الشركه باش غادي يجمعوا، غادي يدخلوا تبان لهم الدار كلها كراتنا يقول لك واو، يقول لك وات هابن مامي. المهم ان شاء الله رجع للدار، المهم راه غالبا بقات لهم 20 ساعه وغادي يخويو الدار. وديك الساعه نصور لكم نوريكم كيفاش ولات. المهم البنات جبت ولادي دخلوا قال لك واو ماما، اصلا هما فاش جاو بان لهم هذاك الكاميو ديالهم، قالت لك قال لك شكون هما هادو، شكون هما هادو اللي جا عندنا، قال لك واش صافي غادي يمشيو اليوم، قلت لهم لا اليوم جاو غير يجمعوا. المهم عرفتي تبارك الله ما شاء الله. المهم هما يلا خرجوا دابا تقريبا ربعه قل قسمين بالضبط، من 8 كما قلت لكم ربعه قل قسمين جمعوا الدار كلها، زعما برافو برافو عليهم. ها نتوما هذا التلفازة كلشي كلشي، ماشي زعما داروا ديك الخدمة الناقصة زعما كور وعطى العور كما نقولوا، لا عرفتي تبارك الله خدمة متقونة، ما عندي ما نقول. شوفوا تبارك الله هنايا غير الكوزينة شحال خرج فيها هاد الكراتن، خير الله هادشي الكراتن كله. المهم هما راه مدوبلين فهمتي. الجهة الأخرى هادي كلها غير كوزينة، خلاص البيسمنت راه وريتو ليكم هنايا، هادشي المرايات هادوك الطابلوات اللي كانوا عندي هنايا، هادو داكشي اللي كان عندي داكشي التقليدي، وهذا كما قلت لكم ما بغيتش ناخذ فيه الريسك، خليتهم هما، قلت هما تبارك الله يعني محترفين اكثر مني. داكشي الطويجنات داكشي الفخار كله وهو هذاكشي اللي في دوك الكراتل اللي اللور. المهم هاد الخلاص هاد التلفازه هادي اصلا كنا فاش شريناها ما حليتهاش، خليتها كما هي. والبيوت اللي انا زعما كنت هازه لهم الهم عندك هما والكوزينه، عرفتي تبارك الله داك اللي جمع لي الكوزينه هو غير واحد اللي تكلف بها، المهم هو كيجبد وانا حشمانه تبارك الله، داكشي كاع ما بغيت يتقاد، قلت هادشي زعما نقص سورتو الكوزينه كما تعرفوا انا بوحدي شخصيا كنت كنجلس فيها فاش كنبغي نرحل، راه كندوز فيها بوحدها شي جوج سيمانات ولا اكثر، لانها كنت كتبغي الخاطر. هو تبارك الله بوحده وبدا قولي مع 8 ل 11 هكاك 11 ونص كنكمل الكوزينه كلها، تخيلوا معايا بلاطاتها بطناجرها بكاسروناتها بداك التفتيف الصغير زلايف وكل حاجه بوحدها، ماشي زعما هذيك الخدمه مزروبه لا، كل حاجه تبارك الله كيعطيها خاطرها كيأومباليها بوحدها. المهم الحمام الدراري هي البلاكار وداكشي هو تا هو جمعوه. هنايا البيت هذاك اللي كنت كنقول لكم ديال الضياف، وخا الضياف اللي عمرهم ما جاو. المهم تما كان فيها البيرو ديالي وداكشي، المهم كلشي جمعوه. هاد البلاكار هذا اللي هنايا كان كندير فيه داكشي زعما اللي ما كيت بحال لي فاليز الكوفرليات داكشي كلشي. هنايا الكادر ديال الناموسيه لان الماطله رميتها كانت قدامت صافي خليت غير هادي. المهم هادي ديال الضياف ما ديالي راه باقا مزيانه، فان شاء الله ناخذ واحده اخرى. المهم اونبالاو حتى يداروا لها البلاستيك. هنايا هاد اللاندري روم او داكشي التصبين حتى هو جمعوه. بيت الدراري شوفوا تبارك الله بلاكار كله هانتوما تخوا حتى هو، شوفوا حتى هما داروا نفس الطريقه اللي داروا لي هذا الكلوزيت ديالي، داروا لي نفس الشيء. هما هادو هما الحديدات اللي قلت لكم، هما راه خلاو وحده خارجه شوفوا كيف دايره، هاد الحديده هي اللي كاينه هنايا، هي كاينه من هنا وكاينه من الجهه الاخرى، هي اللي كيعلقوا السنترات يعني كيبقاو الحوايج هكاك معلقين ما كيتكمشوا ما والو، وغير كيوصلوهم لك للدار كيمشيو يعلقوهم لك نيشان. هما الكريطينات تمام، ولادي طلعوا تمام ما ساهليش. طلع عندهم خير الله تما هكا في داكشي ديالهم نوامسهم هانتوما، راه ما زعما ما مونطاهم ما والو، يمكن حتى لغدا ان شاء الله فاش غادي يجيبوا الرموك. تبارك الله يعني في مده كما نقولوا تقريبا 8 ساعات بحال هكاك لي سون زاري، يعني كانوا حدهم كيخرجوا يديروا هكا بريك او بوز لي خفيفه ودغيا وكيرجعوا، يعني ماشي شي وحدين اللي كيمشيو يخدموا شويه وكيمشيو يغبروا، لا تبارك الله كيخدموا من نيتهم. يعني باش تكملي دار هكا يعني تبارك الله كبيره ماشي دار صغيره ولا هذا، كملوها دغيا زعما برافو برافو عليهم الله يعطيهم الصحه. وانا صراحه غير انا تيبان لكم عيني دابلين، انا بوحدي وانا مقابلهم جاتني لافاتيك والله الا كنحس بواحد العيا، واش هذاك العيا ديال هذا الوقت هذا ديال الرحيل بدا كيرجع ليا ولا ما عرفتش، هادشي كنحس بالناس ومرخيه. المهم اهم حاجه هو ما تابعني لا طياب لا والو، خا مغنطيب ما عندي ما نطيب. صافي ما بقى
مابقاش عندي شي حاجه هكا في الثلاجه، مابقاش عندي تقديه، ما كذلك يعني سميتو ما عندي لا فين نطيب لا حتى حاجه. فهداك الشيء علاش غادي ان شاء الله غنهز الدراري ونمشيو نشوفوا هكا شي بلاصه فين تعشانا وياهم، ندوزوا هاد النهار هذا باش المكان وصافي. هذا الشيء اللي كاين. المهم انا بيتين انا وياهم هنايا، غدا عاد يجيو يحملوا هذا الشيء كله في الرموك، ومن بعد يجي راجلي ان شاء الله يهزنا. المهم الله يدوز كل شيء بخير وعلى خير، واكيد نتوما باقيين متبعين معايا الرحله. تدخل ان شاء الله للدار وننظمها ونفرشها وكل شيء ان شاء الله، كل شيء غادي نشاركوا معكم بجميع التفاصيل. تهلاو في راسكم يا احلى غزالات، بوسه كبيره لكم، سلامه.